دون هذا والله المصريين مظلومين. يعني ياما كنا لحمة حمير وجزارين ما عندهمش أي دين ولا تقوى، يذبحونا الحمير والناس بتاكل ومش عارفين، واخد بالك؟ والنهارده ممكن تيجي واحد يكلمك تلاقيه ما بيفهمش، فانت تقول له يا عم الشرق، يقول لك لا الغرب، تقول له يا عم هذا ثور ما بتحلبش، يقول لك لا يتحلب، فانت تتعجب ازاي الراجل ده كده. هذا ربما كان ياكل لحم حمير وهو لا يعرف. خدت لك حد مخه ما طلصم. الله يكون في عون المصريين يعني. فالمصريون ما اعتادوا هذا. فهذا شخص وهو بيتكلم بالثقه يعني، قول لهم ده حلال، لما ناقشوه ويبدو ان افراد الشرطه فاهمين يعني، حتى ان بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم الخيل في الحرب، ما اتخذ من هذا سنه، الا انه ناقشهم. حرب. لا 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 انا طالب في الازهر يعني. اقرا مالي اقرا انا سامح يا باشا سامحني غالي شرعا. بقول لك يا باشا شرعا، انت بتقول شرعا قانونا بقى، قانون الدوله اللي انت ماشي عليه ايه؟ استنى يا بيه بعد اذنك، قانون الدوله ايه؟ استنى رد عليا، فين الشرع اللي قاله عشان تقول انت بتقول شرعا؟ يا باشا ماشي لو في شرعا. الجدل لا علاقه له. طب نشيل من يا جماعه مش عايزين نخاف، مش عايزين نخاف اذا كان ده طبعا قوانينهم بتقول كده، انما احنا قوانيننا لازم احنا الكلام ده احنا عايزين يا باشا نشيل الحاجات دي كلها ماشي تمام عشان نحرضها. بص لي كده شكرا يا محمد، بص لي كده بس يا محسن حضرتك يا استاذ يا استاذ قدرة الله والناس كده.